تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة عاملان يسببان في مضاعفات صحية وأمراض جلدية عديدة لدى العديد من الأشخاص، فالتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية خلال فترات طويلة قد تسبب التهابات فطرية وضعف الجهاز المناعي والصدفية وغيرها من الأمراض، ما يستلزم اتخاذ مجموعة من التدابير الصحية. هذه الفترة هذه تتشد واحد الحرارة مرتفعة من هاد لا سيمين هذه، والانسان خصو يدير بروتيج لراسو، يدير اكرون توتال، يدير دي لونات، ويدير دي شابو، ويشرب واحد الكمية كافية من الماء، لان الماء تنفقدو بزاف العرق من الذات ديالنا، ضروري خصنا نعوضوه بالماء. خاص الانسان يبروتيجي راسو في بالكاسكيت، ويدير ليكرون ديال الشمس حسب الفيزاج ديالو، ويحاول يتجنب الوقيته ديال السخونيه ما بين 12 2 الوحده ديال الظهيره، ويمشي للبيسين في البحر. أطباء الجلد ينصحون بتجنب التعرض لأشعة الشمس بين منتصف النهار حتى الرابعة عصرا، فضلا عن استخدام واقي الشمس بالدرجة المناسبة للوقاية من حروق الجلد وتصبغها. من هذه الأشعة الشمس للواحد تعرض لها بطريقة غير مقننة كيكونوا عندها مخاطر كثيرة، منها الحروقات اللي كتقدر تظهر، منها يعني السخانة اللي كتقدر تطلع، منها أنه تتقدر تكون سبب في بعض الأمراض الجلدية اللي كتفاقم سورتو من بعد فصل الصيف. لذلك حنا كنصحوا الناس أنهم لا بغاو يتعرضوا للأشعة الشمس تكون بطريقة مقننة، يتفادى يتعرض لأشعة الشمس في الفترة الممتدة ما بين 11 و5 العشية، كذلك الواحد يشرب الماء بزاف. في مقابل ذلك تعتبر أشعة الشمس مصدرا مهما للفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، فهي تساعد على الوقاية من أمراض عديدة على رأسها داء السكري ومرض النسيان الذي يصيب الجهاز العصبي، لذلك ينصح خبراء الصحة بالتعرض لها بشكل حذر ووفقا للتوصيات.